مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل اختبرت ان مكان يكون ليك فيه ذكريات سيئة يكون لك ذكريات رائعة فيه؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضمنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضمنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. ساعدني أن أتقدم بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيهتموا أنهم يتواصلوا معنا. بيكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما ترسلوا إلينا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة، تقدر تعمل تحميل لكل القصص السابقة. قصتنا النهاردة قصة عظيمة مليئة بالمعاني الكريمة. قصتنا النهاردة بعنوان وادي عخور باب الرجاء. وادي عخور ده مكان كان ليه ذكريات سلبية جدا في تاريخ شعب الله القديم، ولكن أصبح ذات المكان باب للرجاء. سنقرأ معا من سفر يشوع في العهد القديم أصحاح 7. وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرمي بن زبد بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل، وأرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي التي عند بيت آون شرقي بيت عاي، عدد 5، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجل، اتهزم الشعب القديم، عدد 6، فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء، هو شيوخ إسرائيل، وضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا؟ عدد 10، فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي. عدد 12، فلم يتمكن بني إسرائيل للثبوت من أمام أعدائهم. عدد 17، ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم، فأخذ زبدي، فقدم بيته برجاله، فأخذ عخان بن كرمي بن زبد بن زارح من سبط يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني اعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له واخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقل، فاشتهيتها وأخذتها. عدد 24، فأخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقر وحمير وغنم وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعد بهم إلى وادي عخور. فقال يشوع: كيف كدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم؟ فرجموا جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، وقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم، فرجع الرب عن حموه وغضبه. لذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور. بعد انتصار أريحة كان في قرية صغيرة اسمها عاي، اتهزموا هزيمة رهيبة. خاف يشوع وركع على وشه وحط تراب وقعد يصرخ لربنا. ربنا قال له: مش اتهزمتوا لأن أنا سبتكم، اتهزمتوا لأن أنتوا أخطأتوا. ربنا قال لهم: ما تاخدوش ولا حاجة من أريحة. كان في شخص اسمه عخان بن كرمي اشتهى رداء وحتة الذهب وحاجات كده حطها في الخيمة، فجابوا عخان واللي معاه ورجموه ولعوا النار، وسمي ذلك المكان وادي عخور.
سأستكمل معك هذه القصة، أن عدم القداسة هي أساس الهزيمة. بعد ما نستمتع بترنيمة من أروع ترانيم تأليف وتلحين وترنيم أيمن كفروني، أنا عندي ابني يوسف يعني مشغلها 24 ساعة في اليوم. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيي. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيي. لو شفتوا في حياة أول الفرح علامات، هودي من اللي مات عني وحمل الخطيه. ما كان حبه كلام، تحمل ظلم وألام وبالقبر اندفن وقام، وعطاني حياة أبدية. يسوع 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 ابن الله هو اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. يا نفسي افتكري وما تنسي انه العالم شايفنا، حتى الكلمة اللي منحكيها محسوبة وبتكلفنا. يا نفسي افتكري وما تنسي انه العالم شايفنا، حتى الكلمة اللي منحكيها محسوبة وبتكلفنا. نحنا النور بقلب الظلمي والملح بعالم بلا طعمي، اوعى نخسر طعمتنا، خلي النور اللي فينا يضوي ونسلك بالاعمال الحلوه تملى الدنيا شهادتنا. نحنا النور بقلب الظلمي والملح بعالم بلا طعمي، اوعى نخسر طعمتنا، خلي النور اللي فينا يضوي نسلك بالاعمال الحلوه تملى الدنيا شهادتنا. صوت وصارخ بالبريه ننده لا أسرى العبودية، تعوا ذوقوا معنا الحرية وشوفوا مصدر قوتنا. لو شفتوا في حياة أول الفرح علامات، هودي من اللي مات عني وحمل الخطية. ما كان حب كلام، حمل ظلم وألام بالقبر اندفن وقام، وعطاني حياة أبدية. يسوع 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 ابن الله هو اللي عايش فيي. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيي. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس يسوع عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي. بصراحة مين بيكتب ترنيمة بالشكل ده غير لما ربنا يديله موهبة عظيمة زي أيمن كفروني. يعني نقل الآية اللي بتقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. في قصتنا النهاردة وادي عخور، المكان السيء اللي ترجم فيه عخان ابن كرمي اللي اشتهى شهوة وأخد من الحرام وكانت الهزيمة في عاي، ولكن هذا الوادي صار بابا للرجاء. أريد أن أتحدث معك في هذه القصة في ثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى عن الكبرياء والشرور، والكلمة الثانية ربنا سألها ليشوع لماذا أنت مكسور، والكلمة الثالثة دروس من وادي عخور. في الكلمة الأولى همر بسرعة طبعا لأنه الأصحاح ده مليء، فأنا هاخد بعض العناوين. إيه السبب الهزيمة، هزيمة عاي؟ أول حاجة تحول قلب إسرائيل. يقول الكتاب بعد النجاح خان بنو إسرائيل، بالإنجليش but the children of Israel. but
كان انتصروا في أصحاح 6 انتصار عظيم على أريحة، بالإيمان سقطت أسوار أريحة. بس في خطورة بعد النجاح الروحي أكثر 100% من الخطورة بعد الهزيمة الروحية. دايما إيليا لما انتصر انتصار عظيم وقتل أنبياء البعل ضعف. ودايما لما تبقى فوق خلي بالك، بعد جبل التجلي التلاميذ اتخانقوا مع بعض وقالوا مين الأفضل فينا، تحول القلب زي ما عمل للأسف الشديد نبوخذ نصر افتخار كده وقال هذه بابل التي بنيتها، تحول القلب ثم الخيانة. هل تعتقد، هل تعرف أني الخطية تعتبر خيانة لله؟ وخان بنو إسرائيل خيانة، مثلا شاول الملك يقول لك إيه، فمات شاول الملك بخيانته التي خان بها الرب. يعني تقول خيانة دي كلمة كبيرة، ما عملهاش غير يهوذا. لا، كل خاطئ مننا بيخون ربنا. ثلاثة، حرام في حاجات مقدسة لربنا مجرد أن أخذ منها. يعني تذكر، هتقول لي أنت مش هنرجع للناموس، ماشي، احنا مفروض يزيد برنا عن الكتبة والفريسيين هكذا قال المسيح. لما يبقى في وقت للصلاة وتاخده، أنت حطيت إيدك الحرام فلوس بتاعت ربنا، لما أنت تأخذ منها ده حرام. ثم بالإضافة للحرام حصل غضب لله، يقول الكتاب فحمي غضب الرب على إسرائيل. ثم سبب الحكاية الأساسية اتكالهم على الجسد. المرة ساعة أريحة خدوا فكر ربنا وقال لهم لفوا زي ما انتوا عارفين، هنا عند عاي استخدموا الجسد. بص يقول ايه، فصعد يشوع من الجلجال هو جميع رجال الحرب معه وكل جبابرة الباس، فقرأ الرب ليشوع لا تخف لإني بيدك قد أسلمتهم. ده كان في الأول، لكن المرة دي اعتمدوا على الجواسيس. أرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي التي عند بيت آون، فقال فأرى لك في البداية حصل إيه. ثم رجعوا إلى يشوع وقال له لا يصعد كل الشعب بل يصعد نحو 2000 رجل. يعني قالوا دول عيال، شو عادي بسيطة جدا دي لعبتنا. يعني لما المرنم يقول لا دي سهلة جدا انا متعود ارنم، الوعظ يقول دي بسيطة وخادم مدارس يتكل على الجسد. شوف قالوا ايه، بل يصعد نحو 2000 رجل او 3000 رجل ويضربوا عاي لا تكلف كل الشعب الى هناك لانهم قليلون. فصعد من الشعب 3000 بس وتهزموا هزيمة رهيبة. حينما تتكل على الجسد وتعمل اعمال الله وامور الله بطريقة جسدية لابد ان يكون هناك وادي عخور. فالمشورة غلط ولم يأخذوا معهم التابوت فجاءت الهزيمة. شرور وكبرياء، كبرياء وشرور. لكن النقطة الثانية، لماذا أنت مكسور؟ ربنا سأل يشوع قال له أنت ليه؟ طب هتقول لي طب ما حلو أن يشوع نام على الأرض وحط تراب على رأسه وصرخ ارحمنا يا رب هو أنت أصعدتنا. طب ما حلو، أيوة حلو، بس ربنا كان قصده يركز معايا في دي عشان خاطري. ربنا كان عايز يقول لي يشوع ما تولولش على خطاياك بقدر ما انك تتركها. خلي بالك يعني ايه، يعني انت ليه نايم على الارض وبتصرخ وعندك عخان؟ لازم عخان يروح، لازم الحرام يتشال او كده. ناس كتير بيقولوا ربنا ارحمنا 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 ارحمنا، وكل ما يصلي يقولوا ارحمني يا رب ارحمني يا رب. ربنا يقول له بتقولي ارحمني ليه؟ في وسطك حرام، توب عن خطاياك وارجع عن شرك. لماذا أنت مكسور؟ تزلل تزلل حقيقي حتى تقدمة المساء أمام تابوت الله، وعند تابوت الله سألوا ربنا السؤال، فقال الرب ليشوع قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ في وسطك حرام يا إسرائيل. فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائه، يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرمون، ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام في وسطكم. ميت أنا يا ناس رنم لينا أيمن، صدقوني يا إخوة أخوات. من جهة النهضة ربنا عايز يعملها، من جهة النصرة ربنا عايز يعملها، من جهة بيتك إنه يبقى كنيسة ربنا عايز يعمله، من جهة إنه يغير عيالك وولادك وبناتك ربنا يقدر يعمله. بس المشكلة إن إلهنا قدوس
وهو قدوس وعخان موجود وما تحكمش على عخان بالموت. عخان مقصودش كشخص، يعني انسان لسه عايش في الزنا، ويقول ربنا معلش وقف معايا. طب ما انت بطل زنا، بطل مخدرات. هتقول لي ما انا مش قادر. طب قول له يا رب توبني. سؤال من القدوس قال له الحرام مكانه النار، وكان لابد انه يتم هذا. كبرياء وشرور ادت الى الهزيمه. لماذا انت مكسور؟ لماذا انت ساقط امامي؟ قم، في وسطك حرام يا اسرائيل. لابد اني نحط الحرام في النار. لكن اختم كلامي باهم كلام في هذه القصة، دروس من وادي عخور. في ثلاث دروس في وادي عخور ما بنساهمش ابدا، وساعدني يا رب لغاية لحظة مجيئك ما انساهمش. ثلاث دروس. الدرس الاول الشهوة الداخلية. الدرس الثاني ازعاج الخطية. الدرس الثالث التعويضات الإلهية. هقول لك كلمة في كل واحدة قبل ما اختم معاك هذه الحلقة. الشهوة الداخلية، شوف عخان قال ايه. رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئتي شاق الفضة، يعني 2 كيلو فضة مش كتير على فكرة، ولسان ذهب وزنه 50 شاقل، يعني نص كيلو ذهب. انا يمكن كاتب هنا في كتابي نص كيلو ذهب، يعني حوالي الذهب بحوالي 20,000 دولار، مش كتير. والفضة كلها اللي أخدها بحوالي 1,280 دولار، يعني قصة اللي خدها حوالي يعني خراب البيوت دي كله بشهوة في حاجة يعني 22,000 دولار ولا حاجة. يا خربها على الدولة بالكامل. مش مهم، يعني دايما إبليس الرديء كده يصيدك بكلام فاضي، بكاس خمرة، بزنا، بفيلم قذر، بحاجات رخيصة، بيشتريك، بتبيع الغالي بالرخيص. هذه الشهوة الداخلية. إذا انجذب يجرب الإنسان، إذا انجذب وانخدع من شهواته. ترنيمة قديمة كانت بتقول يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي، طهر فكري، واسمع صراخي وارحمني. دروس في وادي عقور. الدرس الأول الشهوة الداخلية. الدرس الثاني إزعاج الخطية. كلمة وادي عخور يعني وادي الإنزعاج، ومستحيل تهنأ وأنت تعمل الخطية ضد الله، سواء أنت مؤمن حقيقة أو لسه عايش في خطاياك وبردت ضميرك وموت ضميرك ومكتوب موسومة ضمائرهم، هتظل منزعج إلا أن تأتي للسلام الحقيقي في الله. لكن أخيرا التعويضات الإلهية، حاجتين: شبع بدل انزعاج، ورجاء بدل يأس حينما تتوب. يقول فيكون شارون مرعى غنم ووادي عخور مربط بقر لشعبي، أشعياء 65:10. يعني وادي الانزعاج، نفس وادي الانزعاج هيبقى وادي للشبع لشعبي، يصير مربط بقر لشعبي، يعني شبع وفرح، شبع بدل الانزعاج. لكن مش كده، رجاء بدل اليأس، وأعطيها كرومها من هناك، ووادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك أيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. هوشع 2:14، افتكر أشعياء 65:10 وهوشع 2:14، الأولانية وادي عخور بقي للشبع، والتانية وادي عخور، وادي الانزعاج بقي للرجاء. يقدر ربنا يخلي مكان ذكرياته سيئة مكان ذكرياته، صدقني في ذات الغلطة اللي بتغلطها تبقى قوي جدا، ومجد الرب يجمع ساقتك ويعمل الرب بيك عمل عظيم، بس تقدسه. قل له يا رب أنا عايز أتقدس، يا رب سامحني على كل شهوة، سامحني على كل عخان في قلبي. يا رب أنا مش هبكي وكتر كلام، وأنا عارف إن في حاجات لازم تتغير، غيرني من الداخل. وفي الحال يصير وادي عخور مكان للشبع، وادي عخور باب للرجاء، وعندها تفرح، ويتحول مكان الانزعاج إلى ذكريات عظيمة ومجد لله في حياتك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. Thank you.
ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيي. ميت أنا يا ناس.